السلام عليكم الاخوان. اليوم ان شاء الله عندنا واحد المتدربه، شحال في عمرك بنتي؟ 7 سنوات. شنو هي ديك اللي في يدك؟ كومون تاع الدجاج، كتطلع الدجاج وكتهبطو. شحال فيها من فيش تما؟ خمسة ديال الفيشات. غتمونطي ان شاء الله؟ يلا سير مونطيها. اذا عندنا اباري ديال الدجاج، عندنا الكابلاج، وعندنا بتي سوماس. يلا نشوفوا على بركة الله. هاد البطونه فيها كنا شدناها في واحد الدرس بان فيها 5 ديال لي فيش. وغنشوفوا المتدربه ديالنا كيفاش غتبرونشيها، واش غتبرونشيها واش ما تعرفش ليها. الشعريه ولات عندك تما؟ غتصيب لنا اليوم الشعريه؟ غير بشويه لك، راه بحال اللي باري هذاك. لكن ما كنشوفو هنايا غادي غتبرونشي هنايا مع البلوس. اذا دابا تخدمينا البطونه ونشوف دابا البطون، نشوف النتيجه ديال هادشي. جهه اخرى. ايوا لا ما عندنا ما نسالوك، خدمي جهه اخرى. تري بيان تري بيان. المتدربه ديالنا هو شي كما كتشوفوا الاخوان، هو ان صيبت لنا الدرس ديالنا، صيبت برونشات لينا في لاباي ديال الدجاج، برونشات لنا مع البطونه. البطونه فيها 5 ديال الخيوط، وخدات لينا هنايا كما كتشوفوا ماس وبليس. كنشكرك على هذا البرنامج اللي درتي لنا، كنشكرك جزيل الشكر.